وكابتن مجدي عبد الغني. يا محمود ازيك يا حبيبي؟ طبعا ازيك يا حوده، ازيك يا حبيبي. قول لي الاول، حابب تعلق على حاجه من اللي قالها كابتن هيثم؟ اه انا طبعا في الاول بشكر كابتن هيثم على الكلام الجميل طبعا، وبقول له احنا بنتعلم من حضرتك، كنت من احسن مدافعين في مصر. ربنا يخليك. طبعا بشكره جدا. فبس يعني معلش هاخد من وقتكم 30 ثانيه. خد براحتك. بالنسبه للكوره اللي انتوا اجمعتوا عليها ضربه جزاء، والله يا كابتن دي جايه في وشي وتعورت بسببها، يعني جايه في وشي ما جاتش في ايدي خالص. دي بجد والله العظيم. وريها لنا يا محمد مره ثانيه وانت شايفها معانا. والله دي تقفل الموضوع. انت بتتفرج معانا؟ انا لسه داخل البيت. طب انت شوفها الاحسن، تلاقيها جت في ايدك. بتتفرج، هنعيدها لك من كذا حته. لا الاقرب يا محمد، ان الكاميرا الاقرب. ثاني يا محمد. ايوه دي. اتفرج يا محمود. لا شيل ال ايوه. ايه رايك يا محمود؟ لا وشي والله وشي ما جاتش ولا في صبايا حتى. فعلا؟ لا خالص. والله بجد انا بحلف. لا هو صادق، هو صادق. ايوه كمل يا محمد، كمل يا محمد لو سمحت. في زاويه ثانيه غير دي يا محمد؟ لا لا ما لهاش. اهي لا 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 لا، يعني هي ممكن تكون ايدي جنب، يعني ايدي مثلا طالعه، ما الطبيعي ان بعد بعد وشك جت في ايدك يا محمود. خالص يا كابتن، والله خالص والله خالص. اوكي، يعني هي جت في وشك الاول. طبيعي ان اول لما بعمل تاكلنج ايدي ما بتبقاش جنبي، يعني بتبقى طالعه، بس الكوره جايه في وشي بسبب، حتى وشي رجع ورا لو هتشوفها، وشي رجع كده يعني وشك رجع ورا. بالظبط، ما جتش حتى في اي مكان في ايدي. طب انت ايدك قدام وشك يا محمود. بس لا هي ما جتش في ايده اللي في قدام. ايدك اللي على الارض. طب ايدك اللي على الارض. اللي على الارض. لا والله ما لا 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 ولا لمستها يا كابتن. اللي على الارض اللي هي باينه في اللقطه هنا ان جت في ايدك اللي على الارض يا محمود. لا هي جايه عامله البنده في قدام ايده اللي على الارض. البنده قدام ايده اللي على الارض. يعني هي عامله بند ولا في ايد؟ لا هي جايه مباشره في وشي، عشان كده انا حتى لما طلعت بوقي جاب دم، حاجات بسيطه بس جت في وشه وعملت بنده في سيادة يا محمود. براءة. جميل يا محمود. مية مية كده. اللي عملت تاكلنج على، بس هي فعلا كده يا هيثم. الكرة الثانية اللي عملت تاكلنج على وشه القصري عند الكرة بتاعنا، الكرة دي الحكم ما حسبهاش فاول اساسا. يعني ما اتحسبتش فاول، بس انا لما لقيت ايهاب واقع فطلعت الكرة اوت، يعني الحكم ما حسبهاش. هو على فكرة جت رسالة هنا يا فتح الله، واحد بيقول لك لعبة فتح الله مع ايهاب المصري اتحسبت اوت يا كابتن هيثم. اوت. محسوبة يا كابتن، الكرة اساسا ما اتحسبتش فاول. الحكم شايف ان انا لعبت على الكورة، فخدت الكورة وقمت لقيت ايهاب واقع. انا طلعتها اوت عشان ايهاب يتعالج. أدائك يا محمود رائع جدا جدا، ودي فرصة جميلة يعني. ضربة جزاء حلوة قوي يا محمود حطيتها النهاردة. يعني خلينا نروح للناحية الإيجابية بقى، ضربة الجزاء بتاعتك راقية جدا، كنت هادي، تعاملت معاها بهدوء أعتقد. ولا محمود عايز أسألك سؤال يا محمود، عايز أسألك سؤال. في ماتش حرس الحدود أنت كنت بتلعب وكانت في ضربة جزاء سددها عمرو زكي. بالظبط. النهاردة عمرو زكي برضه كان بيلعب، بس أنت اللي سددت ضربة الجزاء. لا هو كابتن، في الطبيعي ان كابتن حسام قبل احنا ما ننزل بيحدد لو جت ضربه جزاء مين اول واحد بيشوط، مين ثاني واحد، مين ثالث واحد، حسب جاهزيتك. فانا كابتن حسام مصنفني اول واحد بشوط. يعني انت سبتها له في ماتش الحرس عشان عمرو زكي كان حاسس ان هو فايق. لا جايز في حرس ماتش الحرس، وقال عمرو زكي اول لقيت عمرو مسك الكوره وقال لي يا محمود انا حاسس ان انا فايق وهجيبها وكده، فسبتها له يعني، تمنيت له التوفيق وسبتها له. بتحسب جوانك مع نادي الزمالك؟ والله الحمد لله ان حضرتك بتحسب، بكلم حضرتك بقى واعرف. هحسبهم لك المره الجايه، هحلهم لك في ماتش مصر المقاصه باذن الله. خليكم مشاكر جدا، والتوفيق دايما مره ثانيه. مبروك يا حوده وسعداء بمداخلتك يا حبيبي. بنتابع التحليل بتاع حضرتك، بنتمتع بحضرتك والله، انت وكابتن مجدي يا رب. الله يخليك يا الله يخليك. مبروك. وجيه المباراه الكام دي اللي بتشارك فيها مع نادي الزمالك؟ والله انا كابتن مدحت طبعا اول مباراه نزلت مباراه الجونه لعبت تلت ساعة، ومباراة سموحة لعبت ربع ساعة، ودي ثالث مباراة بشارك فيها من البداية. دي أول مباراة تبتدي فيها. طيب كان تكليف الكابتن حسام ليك إيه في الملعب النهاردة يا وجيه؟ أنا كنت بكمل تحت عمرو الزكي، تحت عمرو الزكي فيروز وصانع ألعاب لمنطقة نص الملعب. صانع ألعاب تحت شيكابالا وتحت حسين ياسر وتحت عمرو الزكي، وبعد الكرة ما بترد من الدفاع بلعب ديفندر مع حسن مصطفى ومع عاشور الأدب. جميل، يعني انت بتيجي من وسط الملعب خلف عمرو زكي. خلف عمرو زكي. طيب قول لي النهارده المباراه في شوطها الثاني كانت يعني عصيبه عليكم شويه، لانه المقاولين ماسك كرة اكتر، تفتكر ليه مع ان انتوا الشوط الاول كنتوا مسيطرين شبه كاملا على الملعب يا وجيه؟ والله يا كابتن مدحت، احنا من بدايه المباراه طبعا عندنا تبدا عصري من بدايه المباراه عشان الظروف والمشاكل اللي جوه النادي، وعاوزين الدنيا تمشي كويس. مكسب سموحه مع مكسب النهارده، عاوزين نمشي بقى
في المركز الاول وكده، فالماتش كان عصيب علينا. بدانا الشوط الاولاني عملنا كل اللي عندنا في الشوط الاولاني، والشوط الثاني طبعا المقاولين طبعا ده يلعب كره عرضيه وفي كذا لعيب طبعا الامور ما مشتش معاه، فيعني الدنيا يعني ضغط شويه المقاولين. وانتوا زدتوا حرص شويه، خايفين على الثلاث نقط، خايفين على الثلاثه بونت، يعني احنا عاوزين نامن الجون بجون ثاني، خايفين اللي يدخل فينا جون الدنيا تتغير، فده طبعا اللي خلانا رجعنا ورا شويه الشوط الثاني. هل كان في اي تعليق قاله لك الكابتن حسام بعد المباراه وبعد ما طلعت يا وجيه؟ والله الحمد لله رب العالمين، طبعا انا بحيي الجمهور جدا استقبلني كويس بعد المباراه، وكابتن حسام طبعا اداني الثقه النهارده و مشكور جدا، وبعد المباراه يعني حيان لي اول مباراه بعد فتره كبيره، واديت بشكل كويس، وكنت عامل نفذت له الحاجات اللي هو كان قايل عليها، اللي انا اروح من ورا من قدام غاني من قدام عشافي وتحت عمرو زكي، وبعد كده لما الكره ترد اروح راجع ديفندر مع حسن مصطفى وعاشور الادب. عموما بدايه رائعه جدا، هو مبروك ليك يا وجيه. وانا عايز اقول لك ان انت اتمنى بتكوينك الجسماني بادائك اتمنى اشوفك زي واحد وحشني قوي في الملاعب، رضا عبد العال. هو تكوينه الجسماني يا كابتن مجدي يا كابتن مدحت واداؤه الحركي قريب من رضا عبد العال اللي وحشني قوي، واتمنى محمد نصر يفكرونا برضا عبد العال بنفس التكوين بتاع وجيه بنفس الحركه. رضا عبد العال في الزمالك ولا في الاهلي؟ رضا عبد العال هو قمته في الزمالك، وهو راح تكريم لاداؤه في الزمالك راح للاهلي، هو كان مبدع يعني، هو كان مبدع، لكن رضا عبد العال كان لاعب غير عادي لما تلعب جنبه. صحيح. كان ليه مهاره وليه اداء وليه روح، نفس التكوين الجسماني لو تتفق معايا بعد اذنك. اتمنى وجيه اشوفك زي رضا عبد العال كده في الزمالك، نابغ في مكانك وناجح في ادائك الفردي لصالح المجموعه. ربنا يخليك يا كابتن ايمن، ودي طبعا مش قادر اعتذر بيها، واتمنى ان انا طبعا ابقى حتى 50% من كابتن رضا عبد العال، حاجه كبيره جدا. ده وحشني قوي رضا بجد. توفيق. طبعا الفتره الجايه ان شاء الله مع المباريات ان شاء الله الواحد يرجع مستواه تاني زي ما كان في النادي المصري، ويبقى حاجه كويسه النادي الزمالك ان شاء الله. ان شاء الله يا وجيه، بالتوفيق يا حبيبي والف